السلام عليكم غزالة ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ امركم بخير؟ كنتمنى تكونوا صحه جيده. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو، هاني جيت كيما معوداكم دائما مع بسمه شانيل، وصفات جد سهله وسريعه واقتصاديه في نفس الوقت. اليوم غنشارك معكم حلوه كاوبيل بطريقه جد سهله للمبتدئين. الغزالات ديالي بالنسبه للمقادير نحتاج 3 الخمارات الحمر، ها هما هي. ونحتاج هذا الكاس، هذا نعبر به جوج كيسان ديال الزيت وجوج كيسان ديال السكر. هنا عندي الدالون ديال البنان كيعطي واحد المذاق زوين. عندي هنا 4 البيضات. المهم خليكم معايا ونكمل معكم طريقه التحضير ان شاء الله. والطحين كيبقى على حسب الخليط. المهم خليكم معايا، نبداو على بركه الله ان شاء الله طريقه التحضير. المهم انتما شفتوا المقادير كامله، وضفت اليوم قشور ديال التشين كيعطي واحد النكهه زوين، هو ودانون ديال البنان. المهم خليكم معايا ونكمل معاكم الطريقه ان شاء الله. كدا ندير فيها كولاكاو وحده نخليها هكا. المهم خليكم معايا تتشوفوا الطريقه، ما تنساوش لايك واشتراك فضلا وليس امرا. ها نتوما انا درت هنا كولاكا وقسمتهم على جوج، وهذه خليتها حسبيه هكايا. درت 4 ديال الطريفات. المهم اللاطه هنا راه عندي مدهونه بالزيت، دابا نطلقهم ان شاء الله. الحوري يسحب لي كنصور. المهم انا درت طبقه لتحتي بيضه وقمنا قهويه وفوق منا بيضه القهويه. المهم ها نتوما راه كطلق معايا بكل سهوله. هانتوما لقيتوني طلقتها، دابا غادي نديرها فرنسا ان شاء الله. شوفوها كيفاش جات، ما تنساوش لايك واشتراك فضلا وليس امرا. خليكم مع الشاك النهائي ان شاء الله.